السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب الصف الثاني، درسنا لليوم يونت 5 لسن 3. عنوان اللسن My shoes are big. My shoes are big يعني الحذاء هو كبير. بالكتاب الملون صفحة 40، بالكراس صفحة 58-59. My shoes are big. My shoes are big. نجي عندنا opposite. Opposites يعني معاكسات. هذا الفيل هو big. big كبير. big. هذه الفأرة الماوس هي small. small. big small. big small. big small. نجي على هذا السكارف. سكارف اللفاف أو الوشاح. هذا الوشاح الأول شبي long. long طويل. هذا short. شورت قصير. يعني مثلا إذا أكو بيتين، واحد بيت كبير وبيت صغير، البيت الكبير بالحجم نقول عليه big، البيت الصغير نقول عليه small. إذا تقارنون بالنسبة للطول، من أطول أنتو لو بابا وماما؟ أكيد بابا وماما، فبابا وماما شو نقول عليهم؟ long، وأنتو شو نقول عليكم؟ short قصير. فإذا بالحجم نقارن الشيئين بالحجم نقول عليها big small. big small. big small. إذا بالنسبة للطول مثلا بابين، باب واحدة طويلة واحدة قصيرة، قلمين واحد قصير واحد طويل، نقول عليه الطويل long short. long short. هسه إذا شيئين كبار بالحجم سمينات أو كبيرات نقول عليها big small. big small. big small. إذا بالنسبة للطول بالطول، يعني إذا بالنسبة بالعرض سمينات أو كبيرات big small، إذا الطويلات هيك طويل فهذا long. long طويل. هذا short. short قصير، هذا short. long. short. long. هذا big small. هذني معاكسات لازم نحفظها يا حبايبي الحلوين. big small long short. درسنا صفحة 40 مع عنوانه My shoes are big. My shoes are big. حذائي كبير. هذه الفيل كبير سمين وكبير وضخم نقول عليه big. هذه الفأرة صغيرة small. نجي على هذه، إذا بنية شعرها طويل long، إذا بنية شعرها قصير شو نقول عليها؟ short. فعدنا big small. big small. big small. long short. long short. long short. نجي على كريم. هنا أنا كريم بالنهار حيروح للمدرسة go to school. هنا أنا كريم بالليل راح يروح للسرير go to bed. كريم put your trainers on. ايش لابس كريم؟ trainers. t-shirt green t-shirt blue trousers. فكريم كريم put your trainers on يعني البس حذائك. شو وقت يلبس الحذاء؟ من يروح للمدرسة go to school. شو وقت ينزع الحذاء؟ من يروح للبيت السرير go to school go to bed. شنو عندنا بهذه الورقة؟ أهم شيء نحفظ هذني المعاكسات big small long short. big small. big small. long short. long short. في الاي، حرف الاي كلش سهل. مرتين يشيل ايدنا، شيل ايدنا، سوي الخط بالنص، خلي سوي مثل الشوكة، خلي خط بالنص مثل الشوكة، خلي خط بالنص. السمول لتر كنا همزة، طبعا من الحروف هو الوسطية، يعني سمول لتر من الحروف الوسطية بس بالنص. دويرة صغيرونة، دوارة صغيرة. الإي بي صوت، صوته كسرة. شنو يعني كسرة؟ يعني مو نسوي كسرة من نكتب مثلا كلمة إيت، لا، يعني نقرأها إي مخففة. إي مو إيت. إيت. إيت عندنا قلنا الحروف تنقسم لايت ودارك، يعني خفيفة مضخمة وخفيفة. إي فتكتبونهم فوق بالورقة، تكتبونهم إنه الإي ينقري كسرة. الإي ينقري كسرة وحنضيفه بالورقة مال أصوات.
ورا حرف الاي هو حرف الاف. الاف تقريبا اخو الاي بس ما بيخط من جوا، نص شوكة. نجي على السمول لتر. السمول لتر الحرف اللي يكون مثل عكازة وخط، مثل العكازة وخط خط. هذا حرف الألف. نسوي حروفنا، قلنا هذا حرف الإي، إي، هذا الإف، إف كابيتال لتر، إف كابيتال لتر، هذا السمول، شنو صوت الإي؟ كسرها، شنو صوت الإي؟ تسووا هواية، هذا السمول إف، إف، زين، نجي، هذه شنية؟ نسدها، نضمها، هاي شنية؟ فش. هي فش، نخليها حرف الإي لو الإف من حروفنا الجديدة إف. عفية أحسنتو. هاي شنية؟ هذه إيج، إيج بيضة، نخليها حرف الإي إيج لو حرف الإف فيج، لا إيج إلفنت يعني حرف الإي. هذا يا رقم 5 يعني حرف الإف. نجي على هذه الورقة نحلها، نجي على هذه، هذه اللي حفظناها المعاكسات. هذا اللب شبيه بيج لو سمول؟ بيج. هذه الحية شبيهة لونج لو شورت؟ لونج. الحية طويلة. هذا الدبدوب وهذا كبير، هذا لعبة صغيرة سمول. هاي حية طويلة، هاي دودة شبيهة شورت قصيرات. نجي على هذا الصور. The ball is، البول شبيهة big كبيرة، بعش كبرها شايلتها، شايلها أكبر من وجهها، سمول ولونج وشورت. فالطابة هي big. شوف هذا حذاء القدوته من اللعبة حتى ما يكفي عليه. The trainers are شبي نونو صغيروني small. Zack is بعو Zack، وهنا أنا وانقف الدرد ياخذ الحذاء اللي بالرف شبي في Zack. مينوش 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 ما يقدر يوصل، بعدين مديدة دايما مديدة ما يقدر. فZack is short قصيروني. بعو هنا لابسة دريس، بعو الدريس شبي أثرت حتوقع، فشبي long طويل. حبايبي الحلوين الواجبات مالتنا اهم شيء نحفظها ذني big small short long. نحل هذه ونحل هذه ونسوي الحروف بالدفتر.